انا معايا دلوقتي على التليفون واحد من اكتر الاسامي اللي كانت مرشحه لمنتخب مصر للمشاركه في كاس الامم الافريقيه، وايضا زيه زي ياسر ابراهيم ومهند لاشين، لا عمره اتكلم ولا قال اصل انا استحق ولا انا لازم ابقى موجود ولا ولا ولا، حتى لما القائمه اعلنت، عشان هو فاهم وعارف، ومن الذكاء انك تبقى عارف ان يبقى عندك لسه فرصه العمر كله في الملاعب انك تبقى موجود في منتخب مصر. معايا عبر الهاتف الان واحد من ابرز نجوم الدوري المصري الفتره اللي فاتت، واحد من اكتر المواهب الشابه اللي ليها مستقبل ان شاء الله كبير جدا، احمد امين اوفا مهاجم فريق انبي. كابتن احمد مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. حبيبي ازيك يا كابتن كريم، ازي حضرتك عامل ايه؟ مشرفني ومنورني وبحييك على المستوى العظيم اللي بتقدمه الفتره اللي فاتت. حبيبي يا كابتن والله ربنا يكرمك وبتمنى لك التوفيق دايما، انت من الشخصيات المحترمه والله الواحد بيحبها. يا رب يخليك يا احمد. انا كنت لسه بقول دلوقتي شوف ازاي ياسر ابراهيم ومهند لاشين صبروا وما هاجموش وما انتقدوش المنتخب، وربنا كرمهم في الاخر انه هيسافروا مع المنتخب لكاس الامم الافريقيه. هم ده رزقهم وده مطلوبهم ان هم يبقوا موجودين، يعني لو ايه اللي حصل طالما الواحد ربنا كاتب له ده هيشوفوا باجتهادهم وصبرهم طبعا، هم لعيبه كبيره فاكيد ربنا عوضهم خير، والراجل بيبقى ليه اختيارات معينه وشايف ان دول الانسب لمنتخب مصر في الفتره ده. فكده كده يعني الوقت لسه قدامنا كتير تجمعات قدامنا لسه كتير، فالواحد الكلام عليك انت بقى يا احمد، انت تحديدا انت واحد من اللعيبه اللي ناس كتير كانت بتقول ممكن نشوف في المنتخب وما كنتش او ما كانش ليك نصيب انك تبقى موجود في القائمه المره دي، بس كل الناس متوقعه ان انت هتبقى مستقبل لهجوم منتخب مصر. والله انا كان نفسي حضرتك زي ما انت يعني الناس كلها بيبقى حقها ان هي تبقى ملاحق حق ان هي تبقى موجوده في منتخب مصر. صح. فانا كان ده حاجه بالنسبه لي كانت هتبقى حاجه كبيره بالنسبه لي، خطوه ليا كويسه ان انا ابقى موجود واشارك كمان معاهم. ده كانت تبقى الحاجه الاكبر بالنسبه لي ان هي كانت هتبسطني اكتر، مش ان انا ابقى موجود اسمي وما اعرفش او اطلع من بره القايمه اللي هي النهائيه. فده كان بالنسبه لي زعلت كتير، بس بتمنى لهم طبعا التوفيق، وده يعني ما حضرتك قلت يعني مش اول واخر مره، اللي هو لا لسه فرصه قدامنا كتير. صح، بس انت بتقول انك زعلت، كان نفسك كنت مستنيها. والله كنت مستنيها ومستني يعني نص فرصه مش فرصه بس. صحيح. حد الفتره اللي فاتت دي كلمك من المنتخب قال لك شايفينك مراقبينك انت مستقبل مع منتخب مصر، اي حد دردش معاك في هذا الامر؟ والله هو حتى انا ما اعرفش الا في القايمه، كان عندنا تمرين وطالع لقيت صحابي قالوا لي انت في القايمه وكده، فانا بحسب القايمه اللي هو النهائيه. ما اعرفش ان في قائمه مبدئيه، فبفتح لقيت 56 اسم، فاكيد طبعا ده القائمه اللي هي مستر فيتوريا حاططها اللي هو اللي اختار منها القائمه النهائيه. فكنت مبسوط بس مش اللي هو قوي يعني اللي انا لحد ما بقى اسمه موجود في القائمه النهائيه، ده كانت حاجه تبقى بسطاني جدا. صح. فبتمنى لهم التوفيق. بس كون ان هو حطك في القائمه المبدئيه ده معناه ان هو شايفك، وده معناه ان هو مراقبك، وده معناه ان هو عايزك للمستقبل كمان، دي حاجه مؤكده. حاجه كويسه طبعا ان انا ابقى من ضمن 56 لاعب اللي سيرفيتوريا بيفكر فيهم. فما رحتش المعسكر ده ان شاء الله في اقرب وقت، ان انا الراجل يعني متابعني وشايفني ومتابع الناس كلها وعامل قائمه مختار احسن ناس شايفهم بالنسبه ليه هو. صح. ان هم يقدروا يبقوا موجودين في مع منتخب مصر في الفتره الجايه. فده بالنسبه لي حاجه كبيره جدا ان انا ابقى من ضمن الناس اللي موجوده دي، وفي اقرب وقت ان شاء الله في اقرب تجمع خلال الملعب ان انا اقدر اثبت ان انا ليا فرصه وابقى موجود معاهم باذن الله يا كابتن احمد. طيب